للمزيد حول قرار حاجب منصة تيليجرام نهائيا في العراق وما يمثله ذلك أو يمثله من صراع خفي بين السوداني والميليشيات ولو في الظاهر بحسب ما يرى مراقبون، لتوضيح أكثر ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي السيد كاظم ياور. سيد كاظم، بداية مرحبا بك. حجب تطبيق تيليجرام، لماذا تعتبره الميليشيات ضربة لها في حين أن هذه الميليشيات هي من المكونات الرئيسة لحكومة السوداني؟ نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة، أحييكم وأحيي سادة مشاهديكم الكرام. بالنسبة لحجب التطبيقات الإلكترونية خاصة تيليجرام، سواء كانت بدوافع سياسية أو كما يذكر في الإعلام أنه ليست تحت سيطرة ضمن وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية كفيسبوك وتطبيقات الأخرى، أيا كانت المبررات بصراحة لابد أن يكون هناك تقييم حكومي منصف لهذه الأمور، حيث أن التليجرام حاليا بإحصائيات الأخيرة هناك أكثر من 16 مليون عراقي يشاركون في هذه التطبيقات، إذن فيه حقوق عمومية، ودستور العراقي بطبيعة الحال في المادة 38 يكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير بكل الوسائل، هكذا نص الدستوري، وكذلك حريات العامة من ضمن مواثيق الأمم المتحدة أن حرية التعبير لابد أن تكون مصانة من قبل السلطات والحكومات الدول. إذن الحال هو أن يقوم مؤسسات الدولة وزارة الاتصالات بتعاون وعقد اتفاقيات مع هكذا شركات بحجب بعض الوسائل أو منصات التي فيها بث الكراهية، وهناك أنشطة غير مقبولة لدى الرأي العام، وكذلك ربما يؤدي إلى العنف أو ينشر صور أو فيديوهات لأنشطة مسلحة خارجة عن النظام والقانون. هذه الأمور ممكن السيطرة عليها عن طريق المؤسسات الرصينة، وزارة الاتصالات ومؤسسات الحكومة كالمخابرات واتصالات الأخرى. أما حجب المنفعة العامة عن جميع العراقيين فهذا الشيء يدعو إلى الحجب. من هو المستهدف من الحجب؟ من الذي لا يراد له أن يرى بيانات الصور، أفلام، فيديوهات الميليشيات؟ هل هناك فعلا هو حجب المستهدف هو الشعب العراقي لكي لا يرى الشعب جرائم الميليشيات عبر هذا التطبيق، أم هو لكي لا ترى الولايات المتحدة القوى الراعية للميليشيات في العراق أو الداعمة لها ذلك؟ لم نفهم قرار الحكومة حجب التطبيق. أكيد هناك حتى لدى الكثيرين التباس أن الحجب بشكل عام يؤدي حتى بعض المنصات السياسية أو جروبات الشباب الداعية إلى ربما بسياسات معارضة لوضع العام في العراق، منها احتجاجات لسوء الخدمات، وهذه الأمور طبيعية دستورية، لابد أن يكون لدينا هكذا حريات، هكذا مجال في هذا الشأن. والتليجرام نفسها في أحيانا ينشر قوائم بأنها حذفت حتى مواقع عراقية 40-50 قناة من تطبيقاتها. فإذا الحال كما ذكرت منذ البداية لابد أن تكون وزارة الاتصالات أن تقوم بواجبها بحجب فقط هكذا منصات لجماعات مسلحة خارجة عن القانون، غير مسجلة ضمن هياكل الدولة العراقية، وزارة الداخلية أو الجيش العراقي، وكذلك حتى محاسبة
بعض الضباط يعني بيانات الشعب العراقي تحت أيديهم، أمن الوطني وغيرهم، كيف؟ أستاذ كاظم، البعض يرى يعني حجب التطبيق هذا يخفي وراءه ضغوطا أمريكية على حكومة السودان من أجل تحجيم نفوذ الميليشيات في العراق، إلى أي مدى ذلك صحيح من خلال هذا القرار؟ يعني بطبيعة الحال هذه الأمور لا أعتقد أن تكون هناك هكذا ضغوطات أمريكية، لأن حجب الموقع معين أو منصة معينة اليوم تحجبها، غدا سوف بتطبيق آخر ينشأ أكثر منها، أو هناك يعني وسائل أخرى ممكن اختراق هذه الحجوبات ونشرها من جديد. فالولايات المتحدة الأمريكية هي تعلم بكل هذه المواقع والمنصات، وأن من يريد استخدام هكذا التطبيقات لديه حتى البديل ممكن أن ينشئها. إذا ليس هي السبب الرئيسي في هذه الحال، أنها هذه المنصة أنها روسية المنشأ هي تسمح أو تعطي مجالا لبعض الجماعات. كما هو معلوم أن هذه الميليشيات تم تأسيسها بعد عام 2003 بإرادة أمريكية، هذه الميليشيات المدعومة من إيران والتي يعني تنتمي وتحقق أهداف الولي الفقيه، يا ترى من وجهة نظرك هذا الأمر هل يدل على أن هناك خطوات تريد أن تضع أمريكا العراقيل أمامها؟ هل هناك خطوات من الميليشيات ربما ستتخذ بتوجيه إيراني خلال المرحلة المقبلة؟ طبعا بالنسبة لأذرع يعني جماعات المسلحة، هي تعلن عن نفسها أنها تتعاون وتنسق مع إيران داخل أراضي العراقية، أو ما يسمى بمحور الممانعة أو مقاومة. كل هؤلاء الأطراف معلومة الهوية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهم كانوا يعني يتفاوضون مع أمم المتحدة. بلاسكارت تذهب فترات، الآن حاليا كانت لديها زيارة إلى إيران من أجل الانتخابات إلى آخره. كل هذه الأمور معلومة. فهناك بعد تشكيل حكومة إطار التنسيقي أصبحت هناك يعني هدنة يعني ظاهرة وعلنية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه المحور في هذا المجال، ولم نرى أي استهداف لبعثات الدبلوماسية أمريكية وغير أمريكية. إذا أحيانا هذه ربما حتى الولايات المتحدة الأمريكية تفتح بعض المجال لكي تكون هذه المعارضة أو لهذه الاحتجاجات عن طريق المنصات الاجتماعية. هذه المنصات لا تؤتي بكلها، هي ليست هي قنابل، ليست هي صواريخ، ليست هي آخره، فهي تفتح هكذا مجال ترضية لها أمام الجمهور جمهورها في بعض المناطق العراقية. ميليشيا أصحاب الكهف صعدت من لهجتها إزاء القرار واعتبرته استهدافا لها، يا ترى كيف تصف موقف السوداني الذي يرى مراقبون أنه في وضع لا يحسد عليه، فالميليشيات هي التي صعدته إلى هذا المنصب؟ طبعا بطبيعة الحال السيد السوداني في منهاج حكومته، هذه الحكومة وضع بعض النقاط واضحة المعالم، ولكن بحاجة إلى تنفيذ على الأرض، منها يعني تفكيك الجماعات خارجة عن القانون والسلاح القضاء على السلاح المنفلت. فهذه التسميات التي تظهر في الإعلام أصحاب الكهف أصحاب الكذا وكذا، لا توجد لها شأن دستوري مؤسسات ضمن الحكومة العراقية. فمن مسؤوليات السيد السوداني أن يعني يقضي ويعني ينظف، إذا كان هناك هكذا تسميات على أرض الواقع لابد التخلص منها بحسب ما جاء في منهاج الوزاري لحكومة السيد السوداني. فإذا لم يفعل هذه الأمور يعني سوف تبقى نقاط أو هي حبر على الورق هذا المنهاج الوزاري. ف
فبحاجة إلى جهود على أرض الواقع أن تكون مؤسسات الدولة العراقية، جيش والشرطة والأمن الوطني وحتى هيئة حشد الوطني المعترف بها من قبل الحكومة، فقط هؤلاء يبقون. أما جهات أخرى، جماعات يسمون أنفسهم بتسميات ما أنزل الله بها من سلطان ولا أذن به الشعب العراقي، لابد أن ينتهي هذه الأمور، وإلا فتبقى هذه الحالة الفوضوية لدى الشعب العراقي ولن تنتهي. من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي السيد كاظم ياور، شكرا جزيلا لك.